كامل تركيزه وبرجله اليمين جو. واحمد سيد زيزو يسجل على شمال محمد بسام جد. وزيزو هو اللي يسجل. زيزو زيزو اوعى يجيلك زيزو. بهذا الهتاف تغنت جماهير الزمالك باسم نجمها احمد سيد زيزو خلال عدد كبير من مباريات للفارس الابيض في الموسم الاخير. زيزو صاحب 26 عاما اظهر مردودا رائعا خلال مشواره مع الزمالك، واثبت جدارة كبيرة بالتواجد دائما ضمن التشكيلة الاساسية للفريق كعنصر اساسي لا غنى عنها منذ التعاقد معه في يناير من عام 2019. ويلعب زيزو أدواراً هجومية كبيرة وهائلة في تشكيلة الزمالك بسرعته في الانطلاق بالجبهة اليمنى وعرضيته المتقنة وقدرته الكبيرة على التصويب من على مسافات بعيدة بقوة ودقة، كذلك في تميزه في التصويب ركلات الجزاء. أحمد سيد زيزو بات تميمة انتصارات الزمالك على مدار المواسم الأخيرة بأهدافه الملعوبة ولمساته الحاسمة التي انتزع بتسجيلها أهات أنصار الكرة الجميلة من عشاق مدرسة الفن والهندسة. وينفرد زيزو بقائمة هداف الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري برصيد 9 أهداف وبفارق 3 أهداف كاملة عن كل من مروان حمدي مهاجم سموح المعار من الزمالك، ومابولولو لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد هلال لاعب وادي دجلة. وساهم زيزو في 52 هدفاً بقميص الزمالك خلال 128 مباراة رسمية شارك فيها ضمن تشكيلة أبناء ميت عقبة، ليصبح واحد من أبرز نجوم القلعة البيضاء الذين يراهن عليهم عشاق النادي الملكي في رسم البسمة على شفاههم. زيزو في كامل تركيزه وبرجله اليمين جو. واحمد سيد زيزو يسجل.